عليكم. سلام. شنو السبب يستهدفون هاي المناطق البصرة؟ جريمة بشعة، مجرمين، ناس أبرياء، ناس أبرياء نحسبهم إحنا شهداء عند رب العالمين، شهداء مظلومين. جريمة بشعة، هذول ناس أبرياء شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم شنو؟ يعني واحد راكب بكية على باب الله رايح الأهل يريد يعيش، يريد يعيش just eating food، ينقتل بهاي الطريقة البشعة. إن شاء الله رب العالمين يأخذ حقهم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. صديقي السلام عليكم. المباشر هو التوتر السياسي بصورة عامة، لطالما ماكو استقرار سياسي ما ترتقي البلدان ولا تتعمر. هذا عدم الاستقرار السياسي والتوتر هو اللي سبب لنا كل هذا القتل والإجرام. للأسف نتعامل ويا كتل سياسية ما تعرف للسياسة معنى، ولا تعرف للاستقرار معنى، ولا تعرف للمفاوضات وآليات الضغط شنو. دائما عندهم آليات ضغطهم هم قتل أبناء شعبهم وقتل أبناء جلدتهم حتى يحصلون مغانمهم. هذا كل ما بالموضوع. وعزتي وجلالتي الاستهداف هذا المسؤول عنه خمسة هم يديرون حق العراق 40 مليون. مسؤول بهذا الانفجار مسؤول مقتدى هذا العامري، يختلفون بيناتهم يدفع الثمن. احنا ليش تشندوب؟ احنا يا سنة فرحنا، يا عيد اجى من الاعياد احنا فرحنا بيه. احنا نقدم احصائية الدوران السنة اكثر شهداء نقدم بها، الدول تحتفل بغير شيء، احنا نحتفل باكثر شهداء نقدم. ليش تشندوب؟ احنا ايش نصير يوم ويوم الطين 10 و20 و30 الى متى؟ اختلاف الاحزاب واحنا ندفع الثمن. ليش